دقيقة الاثنين عشان خذوا بطولة العالم والحين تحدي مدة دقيقة.
Now we wait for the scores for Brad Allen and Monster on Route Wiley. The win for the stop. He's trying to do a moonwalk and walk the dog. So far, you're doing a great job with the scores, Houston. And right now, Victor Family is 80.570. The score beat for El Toro. صار الرياي صار بالله.
It's a 5.9774 Whiplash. He's the one who makes that a beautiful Monster Jam truck or what? هذا ما قال لي الحال بيضة والله. السباق هاي العليوة ارتفاع ماذا 6 امتار او 5 امتار صلاح وانه ودوني يبركب وياك وهي بتلحق صلاح حبيبي ما تروح يا ربي العالم صلاح هذا عيبن صلاح عيبن السيايل خلاص صلاح عيبن I'm
عربي او حداد ما يدري عربي عربي باكستاني ما يدري الله اعلم عرب باكستاني يا باكستاني عربي صلاح يدق الريال يقول لي ليس صلاح سيارة صغيرونة. This is a big truck for us. It's called that name we're calling. It's a big Ram 2500. James.
صلاح؟ بروح باسر. يا الله بحيالين باكر بعد انت خس عني. لا بروح باسر. باكر الله اعلم من وين بنسير. لا ترى نحن هذا الشيء اللي فوق بعد على الاقل نص ساعه، لكن نحن ظهرنا لعسب ما تلحقنا الزحمه خلاص ونحن ظاهرين. أمة لا إله إلا الله هيكلها مئات الآلاف بيظهرون. 70,000 آدمي. آمين. يعني تقريبا يقول 50,000 سيارة خاري. أو 20,000 يلا ها ظهرتهم مرة واحدة بيخربون علينا. قلنا أبوي نظهر من قبل شيء بعده. بردان صلاح؟ هي برد شوية. أقول لكم جوهم غير نمونة. هاي. حق منو بعد هاي؟ يتحرى آدمي. صلاح حبيبي هذاك صنم إيه. هاي بعد يلا مع السلامة صلاح. كذا بنتي إيه لسي لس التاني جيني آمين يلا مع يلا وين كنت حبيبي؟ ها صلاح سلام عليكم. خير ما هذا عارض بردان صلاح؟ ما تزيد بردان ما أنا قلت لك بردان أنا ما سبيتك. أنت بردان وين يقول لي؟ أنت بلك ما تحاكى كم رأس مالك؟ أنت شو يعني هالكذا رحيل؟ كلام وايد كلام. أنا وايد كلام؟ أنا ما بوايد كلام. يا أكل كوفي كيفي كهيمان؟ هي قلت لك كوفي لا تشرب كوفي جلاس كمك. أنت تخبلته. هي نعم انا كلاس هالمتن بشرب حق له طارج على الحمام في لاين بول 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 فلوس من عندك انت وانا ما من عندي انا ملك صلاح انت كوفي على كبيد على وسوس انت وس هيا ها انت يا ربي كل ذي عاهة جبا انت الله اكبر علي انت توبه 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 من كنت حلوم من العلوم انت حلوم اي صلاح وجه وجه اخ عليك انا اخوك ما تشرب انا بشرب جيت كوفي هذاك فلاس ما فلوس انت حبيبي مو شو فلوسه فلوس مو وين الفلوس ما عندك؟ الجني الجني وانا عاطلني الفلوس مو يشرب كل الناس يشرب ما يشرب كل الناس يشربون حبيبي هاك يرمون ما بلازم الناس ها عيال كل الناس خالد ها شال اي باي فور هيم كوفي نو يا بابا صلاح ابوي صار هناك الله يسلمكم قلنا بنتمشى صلاح صار هناك عند السكن قلنا بنتمشى ناخذنا لفه انا وهو شقيقي الاصغر خلف ترى خلف اصغر خل عند العنقود لقطنا هالريال ها سالم من مرض سلام عليك كيف حالك كيف انت انت امس الميله سوياني اي نعم في الميله اي ما شفتك انا لا تلاقى معاكم انتوا تلعبون ورقه اي نعم اي نعم يلا تحيي محمد حالك الله يحييك كمل هاي الساعه المباركه ساعتك كبرك كملكم انتم والله كنا ثلاث شهور ما شاء الله ما شاء الله وابشرك الحمد لله الامور طيبه اللهم لك الحمد ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله الله ييسر امورك وياك ابشروا يا هلا ترى الرجال جايكم الاسبوع الجاي ابشرك من الرجال جاي من بخير وسهاله ولي وياك بعد بخير وسهاله جزاك الله خير الله ييسر امورك لا خليت امورك الله يعافيك قالي بسولف وياك بعد مس عندك ها ها دالي مره هني الدال اي لا بعد شوي زين السلام عليكم مساكم الله بالخير تمام كيف حالكم؟ خير لا انت تقول كيف حالكم؟ زين انت تقول حق العرب كيف حالكم؟ ابا قادي كيف انت؟ تمام انا صلاح بن احمد بن عبد الله الخالدي خلاص اي شو اسمك الكامل؟ قادي لا اسمك الكامل ما اعرف الكلام يا الله منك اللي ما بتشتهي الرمس ما بترمس ما هذا ما فهمت قلت الله يخليك يا خالد انت واو شح حاضري تمام صلاح الحمد لله على السلامة كل الناس تخبرون عنك يقولوا وصلت صلاح ولا لا؟ ما وصلت عيل هذا بنوح اللي جالس انا شو تسوي؟ شو لابس انت حينه؟ شوف ابوي سبح ما تسبحت؟ شو تريه؟ انت
رياني انا؟ هسه تسبحك ولا انا؟ منو يسبحك انت حينا؟ انزين بتسبحك وخلاف بتلبس صح؟ انزين الحين تعال عدالي شوية بنرمس شويونا بنسولف انت وين يا وين؟ رياضة يا بابا رياضة الحين بتصير رياضة تسوي رياضة لا الدب الدب لا الحين واعي الدب من الصبح يعني عدالي ها شو خربان؟ تعال الكرسي هذا بعد واحد عفد ينطمس تعال فوق كامل فوق كامل يلا ضخم عمرك ما روح ايوه يلا ايوه رقم واحد صدنا صباح الخير تعال معم صباحك صباحي ليه صباحا يا بري العدله وصباحا صباحا يا وفي الدين ليه زين تقول صراحه غدنا اليوم الغداء ايه؟ نحن ريوق بعدنا ما تريقنا اقول لكم الحين من الصبح وانا ممتحن محنه ويا الحسوري اللي خليني رمس الجماعه اللي خلاني ما ظهرت من الصبح لين الحين الستوري ما طاع ابوي ينزل لين واليوم الستوري ما البارحه كل ابوي صار دم فاسد امين هي والله اخترب ما اخترب ما طاع يسوي داونلود العيال النت وايد قوي يا غير الله يحفظكم مشكله شيء بلا كلمت الخبير وكلم الشركه مال سناب وسووا لنا ريسيفر روح انت يا الخبير انجزت لنا المهمه هذه لين الحين رمسه وبين القول والفعل شيء كثير المراد فلذلك من الصبح معتجل ويا ال ويا الممري ما بطع ينزل هذا الستوري يعني وتغلطوا وياه وحتى والمفروض الحين 9:30 يكون ردينا يا غير اليوم الجدول والله هنا انزين الحين الجدول على الله يحفظكم بظهر بتلبس مال الرياضة وبنصير نتمشى أنا وأخوي خلف أي ما وين ما يندرابنا المهم نمشي يعني مال المشي لمدة ساعة ساعة ونص برد وبنتريق ريوق خفيف هذا جدول الحين عقب ما نتريق الريوق الخفيف لأن معزومين على غداء على غداء في بيت عرب عرب عراقيين اللي هم مسؤولين عن متريق شو هذا او انك متري ما تريقت متريج انت ولا لا لا اي شو هذا انزين فبي اخ عليك صلاه انا هو كنت سبح هذا اي لا تو خلاص فاقول لكم بنصور يمدحون مكانهم في نص نهر بيت مبانينه و غاوي وفنان اي ها وبنرمس وياهم بنسولف وبرد بنطالع شو اللي بيستوي شو ما بيستوي خلاص بنرمس عادة وانا ظاهر بسولف وياكم وين نعالك انت؟ عالب عالب بدون عالبتي؟ يمين وين يمين تسوي رياضة ويانا؟ بأي خالد هي لا انت ما فيك على المشي يلا بأي خالد السلام عليكم اهلين يلا صلاح ان شاء الله Good morning, my sister. هي والله رقت راوي. يلا إيه شيبة. يلا. لا. جنين. ها الخالد نحن في عزبة حمدة. أنا بنت خليفة. اليوم ها. هذا ها الشامي وهذا الحليب. بيخلص الشتاء وأنت ما جيتنا في هالعزبة هاي الزينة. نرقبك والشتا خلص وانت ما جيت ها في غاية الشتا رحت امريكا يوم بي الحر سر برا الحين البرد يكفي الحين عندنا وهاي المغربية الخيمة ها حمد بنت خليفة ها صوري قالت كله طرشي حق الخالدي ها ها قالت لي هي اول شيء الشيوخ ها الله يرحمك يا ابو خليفه الله يرحمك يا زايد ها ويطول ان شاء الله في عمر خليفه ومحمد وحمدان وشيوخنا كلهم ومحمد بن راشد ها طالع الضوء ها وريناها ها ها هات صلاح خلي هذه الدفه هني وينك يا صلاح ها تضونا
ها دار مسير صورة هنا ابو محمد ها الحين في عزبة حمده خلاص صوري له العزبة طرشيها حق ابو محمد دار مسير صورة هنا ابو محمد ها الحين في عزبة حمده خلاص صوري له العزبة طرشيها حق ابو محمد خليه يشوفها ان شاء الله يوم بتي من امريكا بنعزمك هني ان شاء الله ها ها هاي الصور الشوخة هاي شوخنا صوروا مني ومني ها. هاي الصور وهاي بعد الخيمة الشعر ها هني ها هاي ايش بعد يلسة ها هاي ايش يلسة ها شو؟ ها بسرعة بيرد علي من يشوف رقمي بيرد بنشوف صار بيرد. اسمعها حمدة تقول بسرعة بيرد عليك الخالدي. خلاص بيرد الخالدي علي. من العصر وانا جالسة ها اطرش لها هذا. سنا رسايل و ارمس. ابو يرد رد علينا يا الخالدي بضبي مال خان قبضنا ابوي طريق غلط بدال ما نسير ابوي هذا سكننا نحن بدال ما نلف نظهر سيدة هذا في الشارع الرئيسي اللي يظهرنا جدال المستشفيات وما المستشفيات ظهرت ابوي عليا تي طرف هذاك ودانا على فريج بيوت واوادم وما ادري شو وانا ما كنت اريد المكان هذاك اريد الله يحفظكم قبل الاشاره الثانيه تلف يسار يخطفك على اسواق صغيره وما ادري كيف في طرف الاشاره وين شيشه البترول هاك المكان اللي انا اريده تم يثار خلاص شوي وانا غفلت اخذت ابوي الطريق الغلط المراد اليوم سير البرد اللي في الدنيا العوده ها طال خشم هذه غير رمونة من البرودة فحين اليوم يبتدي البرنامج يعني أريد أمشي خلاص أماكن ما شاف الحين من يومين أشختر بشرق وغرب جدد نهر اليوم قلت لي لا وديك جدد الريف ترى المنطقة اللي نحن هاي اللي نحن الحين ساكنين فيها منطقة يا ريف يا نهر النهر ويخطفنا الباحي طر البلاد طر ويظهر بك جدا المستشفيات والعيادات البحوين ويسرنا اليوم لا شيء قرى في الأطراف يعني تبع تقريبا 5-7 كيلو عن سكننا نحن إن شاء الله يكونوا من الشيء كله إن شاء الله أني أصابع عليهم يعني أصابع على القرى هاي واللي يكون دل الدرب سيارة هنا عم أدل من شيشة البترول اللي قدام الحين اللي في يسار خلاص كل ما رمستك ذاك من يخوز عني واقول شبلها ترى ابوي ابوي خالد نفخت راسي من كثر ما ترمس الله العظيم عجب على الدنيا بعد صعب عليك هالشرة سبحانك يا رب شوف شو ركبكم هذه شوف اليد امياك تسني هاي يوم اقول لك نبلومية حلوة مزروعة في الشمال عروقها في ديره ومظللة عيمان هاي هي الشارة اللي يطرونها هاي اللي يطرونها الشارع الشارع العام الرئيسي اللي يظهر من منطقة المستشفيات لين هناك نحن وين ساكنين الشارع هذه تبو هناك نحن وين ساكنين وهذا ما ادري شو وهذا متاحف والدنيا هاي كلها بيوتها كلها فرجان اظني بيت حد من الضباط كبار اظني هالبيت فحسبتي عاطينا زاويه وعاطينا دنيا وحاطين نشر اظني هذا شيء بلا من الضباط الكبار بيكون ويهتمون وايد في الضباط
طيب ما زين الشرح اللي في نص حويه. هذا ما بهو ضابط يقول لك يده وما بيده الدبو بعد. هم اللي خاضوا الحرب العالمية الأولى وخلف عليهم أبويها البيت والحمد لله تمهم متوارثين العيال من هاك الآن إلى هالآن. ظهروا بالعيال الجيل الأولي والثاني والثالث تم تحينه عندهم بشكارة من أيام الحرب العالمية ويابت عيال وعيالها يابا وعيال عيال عيال، لكن من كثر ولاهم حق هالبشكارة يدهم الأولي ضابط العود قال كلكم أبوي رخصم بكم وغلن بهالبشكارة، كلكم أبوي الله يحفظكم سيروا وين تبون يا غير بشكارة أبوي ما أطهر من البيت. ولين اليوم الملكية باسمهم ما تغيرت يا غير يجلسون العيال وما عيال هاي البشكارة وعقب يوز بناته وعيالها، لكن أبو حدا من بناته خذها واحد فلبيني وسوت عاد الصدع كيف يعني أنتوا تيوز فلبيني بس سوت الصكة والحكة بس. ومن هاك اليوم علقوا النشر على الباب وراقوهم قال ما شي فايدة أنتوا ما حافظتوا على مكانة البيت وعراقته، كيف تجلسون هاللادمي الأجنبي في البيت ونحن قالي لكم هذا العيال روحهم يعني عيالها هي، كيف انت الحين عيالك وتناسبون حد أجنبي وتدخلون في ملكية البيت حد أجنبي. 24 ساعة من يلق إلا أكل بستك وحب وشاهي وقهوة 24 ساعة. فلذلك أبوي بس اختلف القانون مال توارث البيت هذا انزين لا شغل ولا ضمن، والحرمة فقيرة هي اللي تكد وتتعب وهو مجلس ساعات يوم ما عنده شغلة يسكت ماشي عاد العيال وخذوا هالبويتاتها هذا عدال هذا هذا عدال هذا، واحد منهم دكتور ثاني مهندس علي خالي ولا هذاك اللي بيت الطرفاني اعتمد على حرمته هو لا شغل ولا ضمنه حرمته الله يحفظكم. اليوم يوم الهي اليوم يوم اليس اليوم يوم الابد اليوم يوم الوي اليوم يوم الدا اليوم يوم الاؤو اليوم يوم اليس. خبيرة في مال مركز تجميل تصبح وتمشي تكد كديده والريال هذا ها بوني تعال تعال تحب كبرك نحب نصور زين بوني انا وياي صار الطاوله هذه نحن ظاهرين متراجعين عينا من الله خير احنا في البيت نتريون على الريوق وحين اكيد يراقبون الحركات ابوي ترى نحن تريقنا برا لحد يتريانا لا تريقوا ابوي انتم صلاح وخطفنا بنيس المطعم هذا خارج كوفي حق نيس نسولك على السام وظهر لنا هالريالات حراك يوم لبسك ابيض تشتغل داخل واستغربت من رمسكنها يعني جريبه مرمسك انت اسمك عارف الحمادي من ابو ظبي والله مرحبا بك تعال جون تكشتون تدرسون قرب بلاجد اي نعم ان شاء الله امورك طيبه يا عيال انت ما تحس وين البرد ما شي برد ترى اقول مشتي ها قرب الله يسلمك طول العمر الله يحييك الله ييسر امورك قرب عنا ويعافي ان شاء الله مرضاكم الله يسلمك الله يسلمك سلم بي على ربعك ما عندك داخل ما حد روح روحك روحك تمزح الله يطول عمرك. يبوي من هذا الطريق وين اول شيشه البترول الشارع الرئيسي وين المستشفيات هذا الطريق وين ابوي عند الكيكينات هاي اللي تشوفون هنا ها نشرات الفيلج زين العويب يعني ما شفت الفلتر الحين يوم تميت ادور ظهر رايس فيلج اسمها المنطقه اللي نحن فيها رايس فيلج جايينها العام قبل عام قبل 3-4 سنين قلت بتفلسف على اخوي خلف بقول بوديك مكان جايينا من زمان وانا كنت جايينا لكن على الله تريتي زر الله على الله ورب العالمين الحمد لله صاباني عليه يسمون المكان هذا ها يا ريال زين اسمه مكان رايس فيلج زين وحين عبونا برد على مثل اثرنا قال لي خلف لا خلنا نقبل طريق جديد اللي هو هذا يعني نفس الشارع هذا دون الرد الله يحفظكم على الموضوع اللي قلنا بنرمس عنه من كم من يوم وانا اجله اليوم والباكر اليوم وباكر فحين قدامي يعني تقريبا يمكن الساعه اللي نوصل بيوحينا نرمس عنه
العراس قبل لا مرة وين ما هنا نقبض الشط الخط الشط الخط هذا كده هالبويتات نشوف الأواجب والناس يعني والدنيا مطرجة يا ركم الله. العراس قبل لك تحرونها مكلفة، العراس قبل مكلفة زيادة على اللزوم، العراس الأول مكلفة مش شيء بسيط. العرس الأول يستوي 3 أيام، 3 والأربعة والخميس 3 أيام العرس، الخميس يستوي فيه كذا شيء، الصبح مكسار والعصر رزيف وفي الليل سمرة وليوة وكان شيء داندان وغير داندان اللي هو يعني وبين هذا وهذاك يستوي بعد مالد، يعني هذه أجواء العرس الأول. الحين ليلة وحدة وهم الله قبض حرمتك نشوفه الأول. ترى العرس مش سهل ترتيب للعرس قبله بشهور مثلا، وأنا الموضوع اللي بخبركم الحين بطريقكم إياه تطارن مدة لكم وايد انتم ما يخبروني تين مسجات شيء من عمان شيء من شرق وشيء من غرب وشيء من الكويت من صدقانا وايدين تبارك الرحمن ما شاء الله يا هالشيارات. شوف الله عليكم ما أخذه الدنيا كلها تبارك الرحمن تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الله. فكل حد يقول لي خالد إلا اليوم وباكر اليوم باكر متى بتطرين الموضوع بتهم إن شاء الله. شوف الله عليكم هالمريحان حليف المريحون عيالهم فيها شو مازين هالمكان بعد مشرق حرمته. هذا حق الولد ولده عند بنية وحدة وهذاك حق حرمته. حرمته ترى ما فيها زود حال لكن هو يبزيها يحط لها مطرح يعني ما تعيش، فلذلك قالها ابوي هبه مريحك ويعني وازم يبزيها وسماها وسمى بنتها صغيرونة بزية تاريتو. انزين خلونا نعد عليكم الساعة. فالعرس يختلف من أسرة إلى أخرى من أسرة إلى الثاني، فلا لكن غالبية الأعراس وأنا أعطيكم الأعراس اللي أنا لحقت عليها مش ما قبل النفط. أنا أبوي هب يد السكن، أنا أبوي ما بيد السكن وإنسان من الجدام مرة لا جديم يا أخي ما من الجدام مرة اللي يوم بيرمسون ظهر الغبار مهام يتم لا أنا جديم، لكن مدن الجدام اللي ما قبل النفط أنا لا. أنا أبوي استويت وعشت في الكهرباء والتلفزيونات والملون هي نعم أول ما ظهرنا أبيض وأسود، وعقب يوم تحولنا البطيم من مدينة زايد تلفزيونة كان ملون هي هذا لحقت عليه الأبيض وأسود. هي يا غير يوم أبيض وأسود كنت صغير يا غير ثبت العقل على الملون. العرس اللي في الوقت الأولي اللي أنا لحقت عليه يدخل في شقين الرجالي والنسائي. أول بادي هن أمهات بريجع، أول ما بادي هن أمهات بريجع الحريم شافن بنية بغنها حق الولد رمسن الحريم قال الحريم بوي نحن ما عندنا خلاف خلوا يجون الرياييل ياو الرياييل خطبوا عينا من الله خير شو تبون شو ما تبون والعلم والخبر خلصوا متى اتفقوا العرس الوقت الفلاني بعد هالكثر وقت انزين اول بعد يوم بيصيرون يخطبون ما يصيرون الخطبه ينقز الريال روحه ولا ويابوه ويعم لا يصيرون مجموعه يصيرون مجموعه ويكون هاك اليوم بيت هل العروس يسوون نظيفه لان جايين ابويه يخطبون عندهم ويكون نظيفته فيها خير يعني انزين خلاص اتفقوا وياهم خلصوا واتفقوا على العرس متى بعد شهرين ولا بعد 3 ولا 4 ولا اللي هو من العوايد الأولية يقولون عادة على الأسر يعني أغلبية الأسر يعني 90% من الأسر لازم تتبرقع العروس. من يبرجع العروس؟ أتي عادة أحد سيدات الدولة المرموقات يعني لو غالبا ما تكون شيخة غالبا ما تكون من السيدات الأول هذا تقدير ومشاركة من الأسرة الحاكمة وأولي الأمر أنه تصير الشيخة تبرجع. هذا شيء وايد جميل وأنا لحقت عليه وعشته وشفته وتميت دهر يعني لحين يعني كان من سنة وقف الشيء هذا. يمكن شيء موجود في القرى ولا مناطق
شرق ولا غرب، لكن انا حاليا ما شفت الوقت اللي انا عايش انه هذا ما شفت حد يبرجعونه، حد يتبرقع حاليا ما شيء، لان قبل متبرجعات معلوم يا غير حد من يده جديد اللي كان اماكن غير عن الاماكن اللي انا عرفها يمكن. وموضوع تبرجيع هذا روحه شغله ما شيء بسيط، ينقع صايح ويجي الداعي بيت الفلاني، ترى اليوم بتي الشيخه الفلانيه بتبرجع البنت، العروس الفلانيه بيبرجعونها بنت فلانه، فتقض امه لا اله الا الله ايونهم حضروا برقعت الشيخه العروس هو وتفاوله ولا تعشى ولا يوهم على فاله اللي هو يعني على حسب الوقت اللي وفاقت الشيخه اللي بتي للاسره هذه بتبرجع بنتهم. خلص ابوي موضوع تبرجيع، الحين عاده قارب العرس، كم باجي على العرس؟ شهر يا معو منو ربع المعرس، معو ربع منو ربع المعرس، شباب كلهم بكروزرة، كلها كروزرات ابوي بكبات، وين يصيرون يحطبون، يصيرون عجيج ويصيرون الغضاء ويصيرون لبقى عليه حطب يحطبون، آزموا ويحطبون قبل العرس بشهر أسبوعين ثلاثة، هذا كله يحطبون أبوي حق شو؟ حق وجيد العرس، هي طباخ ونفاخ ما شيء، مطعم بمطعم ما شيء أبدا، هذا كله ما شيء، هذا كله يدي الحطب ما حد يشتريه بيزات، الأول كلهم يتيامعون صباية ما شاء الله تبارك الرحمن، ويازمون مساوق وناموس وطرب وأناسه وشراغة يتيامعون ريايل الواحد ما شاء الله، شباب منهم ويقولك أبوي الشباب ما شاء الله مشطنين الحطبان ومتشوت عليهم بالحبال، وريوسون أبوي وين بيت العروس وعادة هاي مراسم العرس توها بادي ريحة العرس تظهر، من يشوفون العالم حطوا الحطب عرفوا ان العرس قارب، قارب العرس. تعاده ام المعرس تشاورت ويا ام العروس، منو تبغون يطبخ لكم؟ الطبابيخ الله يحفظكم ثلاثة الرئيسيين، طباخ يجي من العين اسمه مهدي، والطباخ الثاني الرئيسي ينياب، انا ارمسكم عن الطبابيخ الرسميين مبلط بيبيخ، الطباخ الرسمي اطريكم، انا اتكلم بما يخص ابو ظبي، لبقى عليه غير الامارات اللي من غير كلم على عيني وراسي، لكن ما اعرف ما عشت فيها ولا ما صرت تبين ظاهر، عمري 3 سنين لو 4 سنين درست مدرسه شعب اللي عدال مصنع الثلج سنه من صف الاول للصف الثاني، هذا اللي حكت عليه في دبي. انزين ابو ظبي هم 4 طبابيخ، 2 ابو ظبي، 1 عبوب بالعمى، الثاني ما اتذكر اسمه، بقدر بحاول اني اتذكر خلاص اسمه، اي من العين، من العين يجي مهدي، طباخ مهدي، هذا من الطبابيخ الرئيسيين، وي من دبي الطباخ اللي هو اهم طباخ فيك انت يا دوله الامارات كلها، يسمونه سبيل ابن احمد، سبيل ابن احمد هذا عنده ولد اسمه فايز الحين، واحد مع فايز بوف ما شاء الله على الله يحفظه. انزين بوف مقصود هنا متين وعريض، هذا ولدك انت يا سبيل ابن احمد اسمه فايز، رجال بعد خير في خير جزاه الله خير، تلاقيته ويا قبل مد العام الاول جايني البيت مسير، شاورت عاد ام العروس ويا ام المعرس اتفقوا منو بيطبخ لهم، الطباخ الرابع اللي ابو ظبي يسمونه البديوي، رجال شي قصيرون له لحيه عارض خير، وعندهم وحيد واحد يسمونه ميد بعد بينهم، هذا ما بطباخ رسمي، ويا اللي توني عديت لكم اسمه، الله افتلت علي قبض هذاك الرجال قال ناو الله الله. زين اتفاق على ابن ابي يطبخ، والحطبان ابوي الحين مريود عند باب المعاريس، وابتدت الوادم تسوق الحيران،
حيران سوى ابوي نفسه هازم ابوي لا يمون الذباحي. وقبل هذا كله ينياب المير، ينياب المير الله يحفظكم بيت اهل العروس قبل الحشر بعشر ديوان العيش الكبار الهنقريات هاي ذا ويازم من ابوي ليارات كلهن يتجمعن بيت ام العروس ينقل العيش حب الهريس ما ينقونه ينسف فقط ينسف حب الهريس والقهوة تحمس ما شيء محمصة وغير محمصة ما شيء بوية ما دل أنا والله يا خلاف روحي راسي دار ما يندرابك أنت وين يقبل هذا طيش هذا خلاف نقبض هذا ها يا أبوي الحطمان كلها عند بيت العروس أو ابتدت العرب تساوق الحيران اللي جايب حوار اللي جايب حوارين اللي ثلاثة اللي راسه متساوق بقرع عاجر ثور حيل هوش معجرات كلنا بمقدورة كلنا يعطي ولا ولا ما يقولون هاي بوي لحمته سودة ولا بيضة ولا صغيرة ولا كلنا بوي لف كل ابوي يوكل وكل فنان وازين الا ريحة طباخ المعاريس روح اريح يوم ريح طباخ المعاريس مسير يومين تروح ريحة طباخهم الحين عفان الله يعرسون ويجيبون العيال ويكبرون وعيالهم يعرسون ما توجد الضوء في بيتهم الله بالمستعان هنا هاليور هالمنكر مش من يشوفون للحم شوي يلده قالوا والله نحن ناكل هابوي كان لحمها ذباحكم لحمة كان حبال كمبار ولا لحمها أسود بيحتكم ما تنكل ونحن يعني اللهم لك الحمد الحين كثر الخير حتى الأول خير وايد اللهم لك الحمد لكن الأول ما في عينها العرب ولا بمتفيجه الناس تتنقد إلا هذا زين وهذا شيء العرب الأول بساطة سبحانك يا رب المراد انزين استوى حين أسبوع الجاي ترى بيستوي العرس العرس متى يبتدي الثلاثة ثلاثة الأربعة والخميس اليوم خلاص ما وضبي فيها الله يحفظكم ثلاث عديد عيالة ثلاث عديد العيالة رئيسية عدة القبيسات اسمها وشي عدتين من غير عديد هالزعاب في نص البلاد داخل بوظبي عديد زعاب الله يحفظكم عدة وحدة عدة خلفان بن جاسم والثانية عدة سلطان البشي كلهم توفوا هذا العديد ليتام الله يطول بعمره ويحفظه ابو محمد نادر بن محمد بن صالحون القبيسي امسات معرس ولد خلفان كان معرس ويا ولدي احمد امس قبل اسبوعين في العرس الجماعي اللي في المشرف انزين علي بن عبد الله ومزعل ابو خليفه هاي الاثنين في هالزعاب اللي يقبضون الراس مال العياله الراس هذا هو الطبل العود اللي لاعب الطبول اللي من غير والسماعات الطبل العود اسمه راس الراس هذا هاي الاثنين اللي يقبضونهن ناس يوم يلعبون الطبل تسمع صيحة الطبل مسير يومين اللي هو خليفة ولد مزعل تخلف الشغلة هاي عن ابوه وعيال فرقة قوم شوفوا العديد بهنتين هن هل زعاب ترى من عقب ما توفت اللبوة دمجوهن سوت عدة وحدة عدة القبيسات هل انه باجي او ما اتوقع ان حد الحين تام عدة القبيسات اتوقع تام لهم مسمى ويمكن باجي شيء بسيط منهم العلم عند الله ما عندي يقين يا غير الحين بظبي يحتاجون عياله دمجوا عيالتين يا ابوهم من دبي الاول عياله عيال ناصر وعياله حياه خادم مال الفنون الشعبيه اعتقد انه ضيعنا علم عند الله ان شاء الله ما بضل وبالاخص عياله هالزعاب بالاخص عياله هالزعاب الله يسلمكم يوم يطيب الغرام وعرس عود وداعين عاده العرب كلها والناس تي أربع صفوف تغدي عيالة هالزعاب أربع عصاه اللي يعني كل إنساننا باللي عنده بتخالي في الدانة اللي مخلفات عليهم السلاح بيوتهم
عيارة القبيسات غادي صفين. ما تشوف عيارة القبيسات غادي أربعة، لكن عيارة هالزعابت غادي أربعة صفوف يوم يدمجونهن، يوم يندمجن، يوم يندمجن بهنتين العديد. أزمة أبوي أربع سيدات، أربع صفوف يعني، في أوياز لازم خيار العرب التحيل في العيالة. هي نعم، اللي بكتارة واللي برشاش اللي بسكتون اللي هي والله هذا كل شارع الكليات والجامعات. هذا يسارها جي بيتنا يسير أظني. هي والله لا أكيد هذا شارع رئيسي غير ماشي. مية شارع مرينا. هذا وات فود، هذا احسن فواكه خلف عندنا. خلنا نشوف يا رجال ماشي وقت. لا 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 صلاح بياكلنا تبودنا الحين. اتصلنا في بنت احمد قلنا لها بيطلشينا اللوكيشن، ها قرشت وحطيناها وحين صاير ابدا الشروب ابوي الحمد لله. 20 دقيقه عن نوصل البيت. زين نريد نكمل موضوعنا هذا. يوم عاد قبل العرس باربع ايام من يوم السبت ركضت عاد الشباب صباي ما شاء الله، صار ابوي البلدية دفعوا 300 درهم حق الكهرباء، هذا تأمين حق الكيبل مال الكهرباء. جت البلدية وشتشت لك البيت ليتات واعلام وبيبات ونشور والدنيا من اول الفريج لين اخره لين بيت المعاريس وقيطنا والبيت كله يميع الليتات. ما بيض الليتات ما بالابيض، لا الليتات من كل لون من كل شكل وكل رنق. الليتات خضر وابيض واخضر واصفر واحمر وبنفسجي وما ادري شو وازرق من كل لون من كل لون. ما شيء حشرات اللحينه كلها ابيض ريج، لا من كل لون موجود. زين خلصوا ركبوا الليتات لبقوا الليتات عاد متى؟ من يوم الاثنين. الناس استخبرت خلاص معاريس. يا يوم الثلاثاء، ثلاثة الله يسلمكم ابتدوا عادة ثلاثة يبتدي الرزيف العيالة. العيالة متى تبتدي؟ تبتدي على الله يحفظكم كل إنسان حسب مقدورة. حد يطلب أبوي عدين هل بالعيالة وحد يطلب عده وحده هل بالرزيف يعني. طلبوا أبوي العيالة دو هل بالعيالة دقوا لين فر فرين ثلاثة أربعة لين يبدن العصر أدن المغرب. أدن المغرب الله يحفظكم. حطوا عشاهم هل بالعيالة، عشوهم عشوا هل بالعيالة أذان المغرب من يخلصون مصلين عشوهم عشوا هل بالرزيف خلاص. وعشوا عاد هل بالعيالة في العشاء، عشوهم متى؟ بين الأذانين بين المغرب والعشاء. وكلوا هواهم خلاص هل بالرزيف. لكن الوادن اللي من غير يسوون أبوي ليوة وشي يبون داندان من عمان وشي معلاية وشي نوبان وشي هبان. كل إنسان على حسب رغبته، ما في شيء قانون يفرض أن البيت الفلاني لهم الشيء الفلاني، لا. حتى اللروه يطلبونه أكبر عوائل وأصغر عوائل، الناس كلها تطلبه. كل إنسان على حسب رغبته، شو يبى شو الإنسان وشو يبى. ما في شيء مقيد أن الشيء الفلاني حق الطائفة الفلاني، لا. الأول أبوي ما فيها التفرقة هذه اللي أنف وكخ وعيب وما أدري شو هذا ما نقول، لا لا. الأول كلها بساطة، ما عليك اللي يقول لك الأول والله متشددين وما كله خرطي. الأول أبوي الناس كلها واحد، ما في من بلبع الحريم يسير وين يدخل عند الأول. تدرون في ظاهرة مختفي الحين أكثر من 35 لو 30 سنة أنا ما شفته لين اليوم هذا. تدرون الأول أنا لحقت وتخبروا ليه تبنى الأول يوم يستوي الرزيف الحريميين يطمشن. نعم الحريم ين على ينب ويطمشن اللي بسيايرهم بسيايرهم واللي أي سيائر وقفن على ينب. كل حرمة بسويعيتها وشيلتها ومتلحف وطمشت على الرزيف وسارت على ينب يوقفن ويطالعن منطقة يعني زاوية معينة للنعيشات للي تبتي تنعش ولا يابي بنياتها صغار ينعشن ولا يعني اللي هو. كان الحريم يحضرن وقت الرزيف يطمشن بعينهن. نعم 100% هالكلام. البنيات ليلة أولين نعاشات عمارهن بين 5 سنين
وسبع جليل تلقط بنية 8 سنين عمرها 12 جليل جليل هذا سن ذياتيا الرجال المقتدرين يعطون على 5 ربيات وعشر وخمس وعشر والشواب المقتدرين ترى نقطوا على بنيات هيلاك على 50 شيء منهم هذا عاد جليل اللي يعطي 50 الكمبني عطى 50 تهون عليه ليوة وحد يجيب دان دان يجيبونه يسموها بنت الوالي نسيت اسمها والله نسيت والله شو اسمها لكن هي اسمها بنت الوالي راعية اللي الأول اللي هي راعية عدة الدان الرئيسية في أبو ظبي والبنات العدة رواعي الدان يجيبونهم من العين ويا شو اسمه عود بلا مشكلة خادم سلطان بسرور نسيت والله شو اسمه نسيت والله شو اسمها صالحة صالحة بنت الوالي هي توفت أكثر من 30 سنة حين المراد ما الله يغفر لها إن شاء الله يغفر لأمة محمد أجمعين وخادم حياة سلطان بن سرور يسمونه خماس بن سبتوه خماس بن سبتوه هذا يجي بعد من 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 العيد من عديد العيد لكن تبع الدان هذا كلهم ويتجمعون يجون لإحياء الأفراح الأول لإحياء المناسبات كان عرس شيوخ ولا عرس عامية ولا عرس تيار الناس كلها تسوي زي ما يتبند الزي إلا في حالة وفاة حد توفى قالوا طاح الطبل خلاص بندوا الدق ما شي دق شو السبب قالوا من يسمعون بندوا الدق في العرس عرفوا أن حد متوفي مشان الحزن من يبند الدق في المعاريس قالوا بند العديد خلاص بند العديد يعني معناه تحد توفى في الفريج كان من شرق ولا مغرب الأول يعني حتى لو اليار بعيد عنهم يوجبون يسكرون العرس كامل لازم بس الطباخ والجسمة عديد هاي الله يحفظكم من عقب عادة صلاة المغرب اللي كلنا واستطاعته كلن واستطاعته حد من العرب يعيبه القرد وحد من العرب يقولك لا والله نحن ملتزمين نحن أبوي ما نبه هالشيء وكلن عاد على حسب رغبته ما في حد قانون يلزمك انك انت تسألك ان الناس أبوي تبقى الفرح عرس سكيتي ما حد يباه عرس مات ما حد يباه عرس بلية قرقع وصدع وديانة ما يستوي يوم الثلاثة يوم الأربعة بعد كذا الأمثال نفس الشيء يا وهل بالرزيف ورزفوا ويميع الكراسي اللي عنده كراسي واللي عنده هذا حطوا الكراسي قدام ويه باب بيت المعاريس ويلسوا الناس حبه يجي من الشيوخ ولا حبه يجي من حد معول ولا التيار ولا يرانها والناس تي وتيلس الناس تي تيلس الفالة طايحة الحلوة والفقاع خضرة وفقاع وحلوة حلوة وخضرة وفقاع غير ماشي هاي فالة المعاريس الأول وماشي الصيان التنك هاي الكابات الأهل الكبر كودوا أبوي بعد من الكرتون سيد أبوي في الصياني مشيرات خضر وأبيض وأزرق وما أدري شو حتى بلي غسال اللي عاد يقول لك يغسلون هالفاكهه الاول كذا خرطي ولا اشوف حد اول ولا ياهم النقرس ولا ياهم الببرس ولا ياهم ادنات الدود اذا تشون اصحى عن الجن من عقب المغرب والعشاء يازم ابوي العرس شغال لين نص الليل الساعه 10 ونص 11 وقف العرس عاده يعني الباسات والبكابات شلوا هل بالعديد وساروا هل بالعديد وساروا انزين العيالة ترى مثل ما اتفقنا من خلصوا متعشين خلصوا عشاهم أذن العشاء صلوا توكلوا على الله هذا يوم الثلاثة يوم الأربعة يوم الخميس الخميس الله يحفظكم يسوي المكسار هذا المكسار بس خاص للنساء خاص للنساء للحريم فقط لا غير يظهرون أبوي الزهاد ما شيء في الليل الليل ما في شيء أبدا للنساء عرس الرئيسي اللي هو المكسار المكسار متى الساعة 9:30 الصبح لين يريجون المعاريس المعاريس هل بالعرس يريجون المعازيم كلهم الحريم كانهن 1000 ولا 100 كان الحريم بيبين 1000 ولا 2000 تراهن أبوي بيريجونهن وبيغدونهن اي نعم ما خدتش اللي غرامك تعدعيت العرب
لازم بتريجونهم بتغدونهم. انزين الوقت هذا بين الريوق بين الريوق والغداء هرون الزهاب وتي عاد الاول كذا حرمه الله يرحمهن ويظهرون الزهاب ويظهرون الصوغ ويظهرون المهر وكل يظهرونه يروونه كل هالمعازي. يكون عاد الزهاب جليل اللي يحط شناب اللي بيه كله مطارح مطرح ومشطن مربط بحبال يفتشونها شي شناط معزولات حد يحط شناط الشناط لازم سمسونيت سمسونايت الشناط لازم سمسونايت. عربوا الزهاب واظهروا الصوق وراووا العرب ابوي المهر وراووا الدنيا والعلم والخبر. خلص العرس ابوي مال الحريم متى اذان عقب ما تغدى الحرمات اللي بتريح اللي ياها دريولها اللي حد خلص العرس مال الحريم الله يحفظكم الظهر يا العصر بعد يت العياله ورزفوا هو يت العياله ورزفوا يا الشباب ويا الريايين ويا وجهاء الدوله الكبار والصغار المعول بعيالهم اللي بالاول المطارب كلهم منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر لكن الاغلبيه قضى نحبهم اللي انا اطريهم يرزف اللي بيتحيل اللي بيجول عقوا ما في راس من غرام أدن المغرب عشوا هل بالعيالة كل نبوي صار بيته هاك الأيام حد من البيوت يسوي سمرة ساعات شيء من السمرات يبون زويد من البحرين يبونه ويبون بعد الأول من دبي مطرب يسمونه علي محبوب يدق هاك الدق القاوي ودنقاته شيء شو بقولكم يسوي العرس غير نمو ويريجون ويغدون ويعشون المعاريس يا انهم اذا الله مرهي عليهم وعندهم خير ريقوا وغدوا وعشوا الفريج كامل الفريج كامل يريجون ويغدون ويعشون. اللي يطبخ قلت لكم الطبابيخ الضو ابدا ما تموت الجدور ابدا حاره تغسل ويردون ويمرجون من جديد وجديد ما شيء حيران وهوش الاكثريه الأكثرية حيران وهوش جليل البقر جليل جليل وعقب عاده اللي الله مرهي عليه سووا عيوله للهريس حيلوا الهريس ما شيخ له بالعيل. ترتيب العروس كيف ترتيب العروس الله يحفظكم قبل العرس بشهرين بشهرين بأربعين يوم قاصر زايد ما ينقص عن الأربعين يوم تنيل نيل ينيلونها تتنيل العروس شهرين أخوها ما يشوفها أبوها ما يشوفها ما تظهر من الشمس ما تدخل الحجرة اللي فيها تنكن نيل تتني ومشوا عاد العروس من قمة راسها لين قاعت ريولها يدخلوا لها أكلها ويظهرونها ما يشوفها ولد أمه وأبوه تجلس عندها حرمة كانها عمه ولا خالة ولا أبوي قبضوا العروس خلنها تمشي بين الحريم الحريم يلسات كانهن عندهن كراسي لكن أغلبيتهن أبوي مطارح ومطارح حرمة يعني يكون اختصاصة التنييل تجلس أبوي عندها طول هالفترة ما يغسلون هاك النيل عنها ومساند ما شي أبوي كراسي جليل اللي عنده كراسي هاك الأيام كراسي بعد والله شيء البيوت شيء فين كراسي لكن الأغلبية كل مطارح إلا ليلة الدخلة يوم بيدخل عليها المعرس متى يدخل المعرس؟ يدخل المعرس ابوي يوم الخميس انزين مشوا ابوي العروس ساير جاي مره مرتين ثلاث شلوا عن راسه الشيله وعقوا عنها البرقع يدخل ابوي المعرس على العروس في بيت اهلها بيت ابوها ويسبع سبعة ايام ابوي لو راسه كانها معقصه فتشوا عنها العقوص وراووا شعرها للحرمات وباركا توكلا على الله خلص عدس العروس متى تظهر متى تسير بيت اهلها يازم ابوي المعرس في بيت اللم واللبو عند اهل العروس سبعة ايام خذوا الرمسة سبعة ايام كاملات قدم العرب من تكمل اسبوعين ثلاثة ودوها زوارة بيت اهلها لكن 90% من العوائل ما تطلع من بيت يوم نهار ثامن هذا يوم الخميس
يوم الخميس دوره، سموه ابو يوم الضيف، ضووا العروس، ضووا خذوه وطرقوا، شلوا عاد حاطوا بالفرجان كلها بالزهار. ونشاط طال عمرك عقب ردوا بيت المعارها الا ولدها على كتفه تسير على اهلها. الاغلبيه تظهر من بيت اهلها، من بيت ريلها، وين؟ بيت المعرس، بيت اهله. شو يستوي هناك عاد؟ تعزم امه لا اله الا الله. كل هالعرب اللي يتلس واظهروا الزهاب اروموا الحريم المعزومات وخلاص، وخلص العرس عاد. مثل ما قلت لكم من عقب الضيق، متى تظهر؟ ما تظهر تزور بيت ابوها الا ظناها على كتفه. هذا خلاص عاد. وعلى هالمنوال، وهذا عرس الاول، عرس حريم عاد هطرينا، يدعونهن كلهن الحرمات، يدعون بيت اهل المعرس، يسوون مايوب، يستوي. نسيت سالفة المكسار اني ما اخبركم اول ما يظهر الزهاب وين، رديت على حطيته بالتالي، لكن ما مفهوم القصد. وهذا طريقته وهذا ترتيبه، يجيبون مهرجان من يدري شو المخاسير الاول فقاره، يبون ما يبون، خسر العرس، خسر له اول ما لتالي. وحتى اول طرش لي مسج يقول لي وانت ايش عرفت بهالعديد كلها؟ ابوي انا من البلاد، انا ما بياي ابوي توني منزلني المحمل، من تطريلكم مراسم تظهير الزهاب، يظهرون الزهاب متى؟ ما يظهرون سيده في بيت قدام حريم الحينه، اخوها ما يشوفها، ابوها ما يشوفها، ما تظهر من الشمس، ما تدخل الحجره اللي فيها، تنكن نيل، تتنيل من قمه راسه لين قاعه ريولها، يدخلون لها اكلها ويظهرونه، ما يشوفها ولد امه وابوه. تجلس عندها حرمه، كانها عمه ولا خاله ولا حرمه، يعني يكون اختصاصها التنيل. تجلس ابوي عندها طول هالفتره، ما يغسلون هاك النيل عنها الا ليله الدخله، يوم بيدخل عليها المعرس. متى يدخل المعرس؟ يدخل المعرس ابوي يوم الخميس، يدخل ابوي المعرس على العروس في بيت اهلها، بيت ابوها، ويسبع سبعة ايام. ابوي يازم ابوي المعرس في بيت الام والابو عند اهل العروس سبعة ايام، خذوا الرمسة، سبعة ايام كاملات. يوم نهار ثامن، هذا يوم الخميس، يوم الخميس دوره، سموه ابو يوم الضيف، ضووا العروس، ضووا وين؟ بيت المعرس، بيت اهله. شو يستوي هناك عاد؟ تعزم امه لا اله الا الله، كل هالعرب اللي جت العرس حريم عاد هطرينا، يدعونهن كلهن الحرمات، يدعون بيت اهل المعرس، يسوون مايوب، يستوي مهرجان من يدو يدين. شو المخاسير الاول فقاره، يبون ما يبون، خسر العرس، خسر له اول ما لتالي. خلاص يوم الضيف، خلاص منها وبينتهي العرس، منها وبينتهي العرس، يا مع الحريم. ومشوا عاد العروس، ابوي قبضوا العروس، خلنها تمشي بين الحريم، الحريم يلسات، كان عندهم كراسي، لكن اغلبيتهم ابوي مطارح ومطارح ومساند، ما شي ابوي كراسي، جليل اللي عنده كراسي ياك الايام، كراسي بعد. قالت شي البيوت شايفين كراسي، لكن الاغلبيه كلهم مطارح. انزين مشوا ابوي العروس، ساير جاي مره مرتين ثلاث، شلوا عن راسه الشيله وعقوا عنها البرقع، شلوا راسه كانها معقصه، فتشوا عنها العقوص وراووا شعرها للحرمات، وباركا توكلن على الله. خلص هذا العرس، العروس متى تظهر؟ متى تسير بيت اهلها؟ من العرب من تكمل اسبوعين ثلاثه ودوها زواره بيت اهلها، لكن 90% من العوائل ما تطلع من بيت. وهذا طريقته وهذا ترتيبه، يجيبون تطريلكم مراسم تظهير الزهاب، يظهرون الزهاب متى؟ ما يظهرون سيده في بيت قدام حريم الحينه البيت العروس، لا، اول بادي ابوي يركبون الزهاب في بيك اب، لازم بيك اب، ما بسياره مغلقه، لا، بيك اب كشف، في
فيه ابوي عديد هنتين، هل بالمعلاي وهل بالليوة، واشتلوا ابوي موكب، موكب كامل. هذا متى؟ الصبح، الصبح يشتلون، يصيرون سيده بيت كانهم في ابو ظبي، صاروا بيوي بيت الشيوخ، نزلوا الزهاد واهم بيت والبيت الرئيسي اللي تعني له يعنوبه يعنوب بالزهبه لين البيت الشيخ مبارك، يظهرون الزهاد حق الشيخ عوشب بنت شخبوط الله يطول عمرها. يأتي العديد سيد بيت عوشب بنت شخبوط، هذا كان في ابو ظبي وكان في العين، صاروا بيت شيخ حصه يعلها الجنه، بيت شيخ حصه بنت محمد، اظهروا الزهاد وحطوه عند العرب، حطوه ابوي الزهاد في نص الحوي في نص القصر، كان قصر الشيخ عوشه بنت شخبوط الله يطول عمرها، ولا قصر الشيخ حصه بنت محمد. اظهر الميات اللي في القصر، واظهر ابوي الحرمات اللي في القصر، ونشوا يطمشون على الزي هذا، وراوا ابوي الزهاد ما يبطلون عنه، خلوا ابوي شيء منه بسيايير وشيء منه حطوه، ودقوا عاد الدور الاول الدور الثاني، نقطوا اللي الله بينقط جسم هم ونصيبهم هل بالعديد اللي الله كاتبه، خذوه وطرقوا، شلوا عاد حاطوا بالفرجان كلها بالزهاب. ونشط طال عمرك عقب، ردوا بيت المعارس واظهروا الزهاب، اروه منه الحريم المعزومات، وخلاص وخلص العرس عاد. مثل ما قلت لكم من عقب الضيق، انا نسيت سالفه المكسار اني ما اخبركم اول ما يظهر الزهاب وين، رديت عاد حطيته بالتالي، لكن ما مفهوم القصد. وحتى وين طرش لي مسج يقول لي وانت ايش عرفت بهالعديد كلها؟ ابوي انا من البلاد، انا ما بياي ابوي توني منزل من المحمل من البلاد، فلذلك انا انسان ملم، اعرف ابوي بالعديد واعرف ابوي بالسنه واعرف الترتيب، شو الاكل شو الشرب الوقت الاولي، حتى الفجيعات اتذكر اساميهن، الفجيعات اتذكر اساميهن، مرزوقه يعلها الجنه، مرزوقه يعني هي الفجيع الرئيسيه في ابو ظبي مرزوقه، وياها هنتين ثلاث بعد هي من دبي. وامور والله وايده في سلك العرس يعني لا يستوي. انا ابوي ملم اعرف الدنيا كلها، وتسس ما اخلي بيت ما تغلط، اعرف العرب كلها واعرف هذا شو عطوه وهذا شو ما عطوه، هذا شو سووا له وهذا شو هناك وشو العلم وشو الخبر، لانه ما شيء الاول ان هذا لي وهذا يي وهذا برا وهذا داخل، البيوت كلها طلقه والناس ابوي تتزاور وهذا يصير عند هذا وهذا، اعرف العديد بلاني ما اعرف العديد، اعرف العديد واعرف المطاوعه زين. والليل والله يحفظكم بعد شيء، عتيف ابو ظبي عده ميفت هاي عده الليل، والعده الثانيه عده قنقون من هالدائره المياه، عديد هنتين في ابو ظبي. الأول الليوة هبل حلقة الرياي اللي خاري، لا صفين لليوة، الليوة صف الرياي اللي خاري، ها رياييل عصما لي ما يختلف على ذلك اثنان، وليه داخل وين الطبل وين المسيندة وين العدة حريم، أبرز من دور في الحر في حلقة الحريم اسمها مكية، يعني العظام هالجنة الله يرحمها فيها، نعم كني اشوف اشوف العين، يسمونها المكية، كم وحدة وياها ما تحضرني اساميها كم وحدة وياها ما اتذكر اساميها، لكن اللي اتذكرها زين ما زين مكية. ترى ابويا مطر، طيب ابدا اقول لكم ماشي، غمض برد دقيقتين ابوي يا المطر، دقيقتين يا برد، دقيقتين يا شمس يا شمس، شو بقولكم؟ حتى لساني تقل هي من كثر رمسة، أنا هو حدوم يرمس هالكذا، خبرناك بالتفاصيل، هاي نقلة وطاحت شيء، عاد سامحوني شيء من الأشياء نسيته، هب نسيته، ما خطر على بالي برد هو وامشي، فلذلك ما حد عندي يحاورني ويناقشني يعني ويذكرني، ولا كل شيء أتذكره وكل شيء أعرفه، سمعتوه أخذت نجليس وداويه هذا هو أنا. هنا صبت حلجك شيخ، انت ابوي شيخ ارباب، انت ارباب كلنا ابوي صراحة كله يلا تلبس ولا عكو ولا
ها اي والله سامحني ما شفتك يا ولدي ما دريت كنت متلبس. يا سلام يا سلام رقم واحد رقم واحد لا زين لا تغير هذا رقم واحد لبوت يلا لا ما مال الطيار ما غير دم هواي إيه لا في شيء غير المعلومات اللي أنا عدها عن العديد وعن البنيان وعن الزراعة وعن الطب والهندسة والبنيان والبيبات والماء والبر والبحر والسفر شرق وغرب هذا أبوي كل حد يعرفه يا غير حد من العرب ما يبي يرمس يود معلومات العمرة يعني البخل اللي فيهم ما يهون عليهم يرمسون اللوادم عن اللي يعرفونه. أنا أبوي سمعتوا بقى يقول حماله على اسطاح يطروني هنا الاشياء الخاصه ما اطريها يعني من اللي تخص العرب لكن الاشياء اللي تخصني انا واعرفها لا والله بقرها عندي معلومه سالفه مستوي بعدها ليش اخيل حد من العرب انا بحد يرمس عن ناس ما يتم ما برمس عنهم ليش يعني كان زين ولا شين ولا عدل ولا مايل الناس ترمس ابوي رمسه عاديه هذه هاي ما بشيء ما استوى انا قلت استوى لا شيء مستوى رمس اللي انا عندها تدريب هالرب والعرب والمواضيع مثلا عندك سبيل بن احمد طباخ احسن من طبخ في دبي في السنين الاوليه سبيل بن احمد كان يجي ابو ظبي بسياره بيجو من الاطوار وراه عدته كامله مال الطباخ حتى تراتيب الجدور يجيب هنا وياه من دبي طابخ في عرس ولد حياد درويش بن كرم احمد محمد ها محمد بن درويش طابخ عرس محمد بن درويش ولد حياد درويش بن كرم يوم ياخذ شمسه بنت درويش بن احمد الكتبي بنت خالتي طابخ في عرس سبيل بن احمد وحاضر العرس الله يغفر له حياد شيخ زايد وماكل من طباخ سبيل بن احمد شيء لكم منطقه الروضه الحين عاد ما شو يسموها منطقه الروضه حدالهم بيت قوم صديق وعلي بيتهم بيت قوم خالتي كان مدرستهم عمار صح؟ اي مدرستهم عمار دون عدالت قوم بيوت قوم العتيبات بيت الجوهرة الله يحفظها و شو أمور وايدة أمور وايدة كل شيء بتذكره بعد اللي بتذكره بيطري علي وهو يخصني بطري ليش لا؟ شو المشكلة يعني؟ استوى عرس لا شيء قبله عرس ولا عقبه عرس مينون انا مينون في واحد قال ابو العريس خلاص انا روحي اشوف وانا المينون روحي اتكلم ايه اتكلم انا رمس العرب كلها صلاح صاحي شو مشكلك صاحي ونص بعد انت لا يقلبونك الغرائب اللي تسوي في العديد هاك الايام لازم يطلبون ابوي كرزين روثمان وكرزين ثلاث خمسات ضروري كل عده من العديد الاوليه ما بالعياله اطري العديد هل بالهوى يعني الفنانين هل بالليوه وهل بالداندان هل بالمعلايه وهل بالدان لازم يطلبون وهل بالهبان يطلبون ابوي شبتين غليون ويطلبون ابوي من كل شيء كرزين 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 روثمان وكرزين ثلاث خمسات هذا شيء شرع يمشي عندهم قانون ضروري الجقارة وضروري الشبتين الغليون هذا شيء مفروغ منه يعني زعل ولا رضا يعني لو تسوي لهم بدون ما الطلب هذا بينقمون نقمة ما شيء كبرها بالنسبة للعين الله يحفظكم العديد يوم تشل الذهاب العديد من تشل الذهاب ينشل الذهاب في العين ثلاث قصور القصر الأول قصر الشيخ حصة بنت محمد يظهر تظهر خلاف ابوي العديد من بيت شيخ حصه بنت محمد يسرون قصر الشيخه ميته بتكون في العيد ضروري على كل حال تظهر يظهر الذهاب اول شيء بيت شيخ حصه وخلاف بيت الشيخه ميته بنت محمد رحمه الله عليه البهنن وخلاف بيت الشيخه مهربه خالد يعني الله يطول العمر هم طحنون نعم ها ثلاث القصور هذا الشرع يمشي قانون الذهاب تو على ابويا ابوي البكبات بنشور هن طنق 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 والنشور والصرناي شال الدنيا فيروز الغالي صاروا يبيعونه يلا بهبوب الغربي ان شاء الله يردونه شاكركم امور يا
يلا بس عاد عليكم. بلاك تبنجح اليوم. ليش تقول لي انا رادو؟ انت يا رادو. انا ما برادو صلاح. فوز تسمع صوت. تسمع صوت وانت فوق؟ ايه. وانت ليش زعلان؟ انت. ما تباني اتكلم؟ ما حد الكلام. الله العظيم. شو اسمه عبد الله؟ عبد الله نحن وين بنصير الحين؟ شو اسم المكان؟ شوغرلاند. شوغرلاند. نحن بنصير منطقة اسمها شوغرلاند. عند ناس ابوي عازميننا على غداء. وهذا وقت سيارتنا الحين. تقريبا المكان اللي نحن سايرين اللي يبعد عن المكان اللي نحن ساكنين فيه كمنا 30 كيلو. سايرين الناس اللي عازميننا هالعراب ناس رجال اعمال يعني عبارة عبد الله رجل اعمال ويا عياله وحرمته وهذا حرمته مسافره عسبتين نحن فريجنا مايه ويانا اختي حصه مايه الله يحفظها قالت لان الرجال ابوي حرمته ما حد ونحن هب سايرين مدام هو هناك سيروا انتوا يا الريايل عاد نحن مجتلين نحن وحد من العرب مره ما متقبل الرمس اليوم ولا بطايح حتى يصج داي ما ادري شو جاي عوينه يت ما صلت على النبي جني انا جني طيارة لا اله الا الله جني بخدوان الله اللي ما يخافون من الله